نعم برد في فيديو وليس هو، لكن اقول له طلع يا سيوف. انا مع احترامي، لا انا مع احترامي ماني طالع حمد بن سعود، احمد باقي عليك ولا احد مع احترامي لجمهورك، وانا طبعا من جمهورك. لو اني اليوم متابع، لو اني من الجمهور ومتابع البزنس 67 واشجع حمد الاكلوبي، كان اقل القليل شنقت روحي في سطح. قل لي عايض، قل لي ليه؟ سبب واحد، تخيل اني اشوف المشجع اللي انا اشجعه او الشخص اللي انا اشجعه عند العصر. عند العصر؟ ايه عند يعني فترة العصر. طيب بين شجر شغل ذره مخه ويكلم يعني، ما حتى هو مندس. حلو حلو يا ابو راسل، يعني انا ممكن اخذ اللي يسكين واضرب روحي. يا اخي هو راح لك ابراهيم عشان الجوال، عشان غبائك. ايه انا متاكد. هل انت بدون تحليل؟ حلو، انا احب السؤال. انا اللي الوحيد اللي يسلدهم جلد. طيب تعال يا ابو حمد راسل، انت الوحيد اللي ما تتكلم. انا شخص حيك، انتوا شكوا فينا، شكوا في سيوف. حي انا مسوي متنكر، انا مغير مشيتي. دقيقه خلني هرج، دقيقه غبي. خلوه يا خلوه يتكلم. يا عيال انت تخلي تتكلم ولا والله راح ادخل بلاي واطلع. لا تكفى لا 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 ايوه سولف سولف. دقيقه انا يا ابو ناصر، انا ذكي في نفس الوقت، وفي نفس الوقت انا مشغول ذهنيا وعقليا وجسديا. مش فاضي حق مشطط يا ولد، يمشي ويدري عن عمره. دقيقه مشطط ومش فاضي له، ولا لي فاضي. انا خلاص انا لدرجه اني وصلت، لو ان جاني محمد عيسى ومسكني كذا ووداني، كان قلت انت لا اصبر، تركي الدوسري. دقيقه كان قلت أصبر بالله. دقيقه خلينا نكمل المبادره. اوكي اوكي عشان المبادره، عشان كله عشان ايش؟ عشان المبادره. مبادره يعني. ايوه عجب ايش همك؟ اين اقصد هم؟ انا مبادره تعملني فيها، تعملني فيها الجمهور، تعملني فيها قرب الدعم عشان تنجح. اجي هنيا تدري انا ما القى الا وسيله، اسمع ما القى الا وسيله وقلم واحد. تدري انا وش ارحم؟ ولا اتكلم ولا انا ما ارحم جمهورك ولا ارحمك. ترحمني ولا ارحم الاخصائيه الدوس، انا ارحم الاخصائيه اللي تواصلت معك. انا ارحمها. اقول لك السلام عليكم يا اخصائيه، خليني اهرجش اصلي. لا خليني اتهرج. تهرج تهرج. انا تدري وين ارحم؟ اسمع ارحم تويتر، لان تويتر بيندك اليوم دك من جمهور الاسطوره. كفو حي والله العيال. ايه والاربيز، لكن العيال شوفوا دقيقه، انا اتمنى 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 كل يوم اني اقبل ان شاء الله حق امنيتي اني اشوف عائض ال زايد مقابلني الجهه الثانيه. تحدي ذا ولا ايش؟ تحدي هو، تحدي وهو تحدي عائض وجهه وجهه المودع. الرياجيل يتحدون على الاوائل وعائض حمد على لا انا ابي هناك، ابي هناك رياجيل. قالوا يا خلف تعديت الابرايمات تمام وعودت ماكل وعلى كل شيء اهلي عودت رجال معي وفي سفارتي عودت عائلتك استبعاد صالح. لا تجحدها في سفارتك، في سفارة عادة تجحدها، في سفارتي تجحدها. ردوه عينك، انا عارف ايش عين مودع، عين مودع، عينه صفراء مو مودع. كان عينك روع صفراء وهذا مو واصل. هلا هلا. لا ذاك روع لا هذا عادة، يمكن هذا يمكن يعود بس عايض. انا لو دريت ما لقيت على اخصائية ومل عليك. لا 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 الصبايا عيد علم كل الصبايا عيد. والله عينك جاحظة انت واحمد. يلا تعال تغدش برايفت تعال معي. هذا ان اللي بد جالس النية عايف يروحون يرجعون. رحنا ابراهيم يعني حمود 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 انت الان تفقد ماجد. تخيل الاسبوع الجاي طلعت ابراهيم ما بدي يدرس ظرف فلاح ويروح تحيل ابراهيم. بدي يدرس لا اضرب يا اخي ظرف فلاح ويروح تحيل ابراهيم. من اللي تفقد من الشباب؟ ما احد والله والله.